انا فرقتي لابسه اصفر النهارده، انا ومحمد فضل وخالد بيبو وعادل مصطفى وشريف عبد الفضيل وامير عبد الحميد. ده فريق طيب قوي. ده فريق ما يجيبش اوت. اه والله والله فريق اللي جمعه ربنا يسامحه. بس والله فريق طيب وربنا هيكرمه ان شاء الله. بص بقى، بص بقى الفرقه الثانيه مين؟ حسام غالي، وليد سليمان، سيد معوض، جده، عماد متعب، امير توفيق. مش عارف ازاي. على اي حال اكيد كان في وجهه نظر للتجميعه دي.